السلام عليكم. من الأخطاء اللي أشوفها بتعاملي مع الحالات اللي أشوفها أنه الأطفال اللي يصير عندهم صفار بالأيام الأولى من عمرهم يقولون لهم أنه وقفوا الرضاعة الطبيعية وانطوهم رضاعة صناعية. طبعا هذا الكلام غير صحيح أبدا. الصفار اللي يصير ممكن يعني يكون من أحد الأسباب أنه حليب الأم بالأيام الأولى يكون قليل، فلذلك يرتفع الصفار لأنه الأمعاء ما تشتغل، فما يصير القدرة عند الطفل أو عند الجسم على إفراز مادة الصفار خارج الجسم. لذلك إحنا ننصح الأم دائما بتكرار الرضاعة، وكل ما الطفل يبقى على صدر أمه أكثر كل ما راح يتحفز صدر الأم على إنتاج الحليب، وبالتالي راح يساهم بإنزال الصفار. الصفار اللي مرتبط بحليب الأم عادة يصير بعد الأسبوع الثاني، يعني على عمر 20 يوم أو 3 أسابيع. هذا يصير بسبب مادة، وهذا طبعا لما يوصل إلى مستويات عالية نقولها للأم وقف الرضاعة الطبيعية لمدة يومين، احتفظي بها بالثلاجة أو بالفريزر، بعدين نرجع نستخدمها مرة ثانية. هذا لما يوصل مستويات عالية، أما لما يكون مستوى المقبول هذا أيضا لا يعتبر داعيا لأن نوقف الرضاعة الطبيعية. لذلك الرضاعة الطبيعية هي الأساس في معالجة الصفار، هي الأساس في بناء مناعة الطفل، حيث أنه الطفل راح يأخذ الأجسام المضادة الكثيفة راح تكون بالأيام الأولى من الأم، راح تقوي مناعته على المستقبل.